ابتدينا في المغرب. احنا دلوقتي في المغرب بجد انا مش قادر اقول لكم انا مبسوط ازاي بالمواهب الموجوده، مش قادر اقول لكم بالاعداد اللي موجوده، كل حاجه حلوه. المغرب من البلاد القويه جدا. يمكن دلوقتي لسه عاملين معايا انترفيو بيسالوني ايه اللي بيميز المغرب، فقلت لهم ان دايما المغرب من البلاد القليله في الدول العربيه اللي تقدر تغني كل الاوالي الغنائيه، يعني تقدر تسمعهم وهم بيغنوا خليجي او بيغنوا حلو، بيغنوا مصري بيغنوا حلو، بيغني طبعا المغربي بيغنوا حلو. فانا مبسوط جدا بس كده احلى ولا كده؟